السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي قناة صلاح الدين الفضائية، أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الخاص والذي سيكون معنا فيه الدكتور علي صالح حسين رئيس الجامعة العراقية، فأهلا وسهلا به. أهلا مرحبا وسهلا. بك دكتور. أهلا وسهلا أستاذ عمار. حياك الله دكتور. منذ فترة وجيزة أنت تسلمت رئاسة هذه الجامعة العراقية الفتية، يعني فهل لك أن تعطينا نبذة عن نشوء الجامعة هذه وتأسيسها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فابتداء وقبل أن أدخل في جواب هذا السؤال أحب أن أرحب في قناة صلاح الدين الفضائية في الجامعة العراقية. نعم. ووجود القناة اليوم وكادرها حقيقة يعود بنا إلى ذكريات في جامعة كريت، نعم، حيث كان لهذه القناة حضور فاعل ومتميز، وكان لها دور بارز في عكس وإظهار نشاطات الجامعة. وأعتقد كان ملاك الجامعة أيضا له دور فاعل في الكثير من برامج قناة صلاح الدين الفضائية. لذلك علاقة القناة بالجامعات والجانب الأكاديمي هي علاقة وثيقة منذ تأسست هذه القناة. فأهلا وسهلا بكم، وأشكركم أن اليوم شديت الرحال من صلاح الدين إلى لحقتونا إلى بغداد حتى تواصلون تغطيتكم للجامعات ونشاطاتها، فأهلا وسهلا بكم. وإحنا نشكرك على حسن الاستقبال والضيافة. أهلا وسهلا. أعود إلى سؤال حضرتك. أولا، هي الجامعة العراقية ليست جامعة فتية. الجامعة العراقية تأسست في العام 1989، هي قديمة، لكن التسميات مرت بثلاث مراحل. تسميات هذه الجامعة تغيرت، فيظن الناس أنها جامعة فتية، وقد يظن الآخرون أنها جامعة أهلية ليست حكومية. حقيقة الجامعة العراقية جامعة عريقة عمرها عشرات السنين، هي جامعة مرتبطة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. هي واحدة من جامعات العاصمة بغداد، واحدة من خمس جامعات الأساسية في بغداد بعد جامعة. نعم، هو هذا ما كنا نريد أن يطلع عليه المشاهد. بغداد، المستنصرية، التكنولوجية، النهرين والعراقية، وثم تأسست عدن جامعات أخرى، كرخ وجامعات تقنية وإلى آخره. الجامعة العراقية كانت سابقا هي الجامعة الإسلامية. نعم. وكانت مقتصرة كلياتها ودراساتها على الاختصاصات الإنسانية والشرعية. نعم. واللغوية. لكن بعدين عندما فتحت فيها كليات الطب، طب الأسنان والهندسة والقانون والإدارة والاقتصاد والإعلام، ما شاء الله، وأصبحت كليات متنوعة واختصاصات، كلية تربية بها فيزياء وكيمياء وعلوم حياة وحاسبات، الآن أصبحت هي جامعة لا تختلف عن الجامعات الأخرى حال الجامعات الأخرى. في العام 2010 تم تعديل التسمية من الجامعة الإسلامية إلى الجامعة العراقية. الحقيقة هو تسميات الجامعة الإسلامية ليس بالضرورة أن يقتصر يعني مهمة وكليات والأداء التدريسي والبحث الجامعي على اختصاصات العلوم الإسلامية، لكن يخيل للناس أن الجامعة الإسلامية هي فقط مختصة بالعلوم الشرعية واللغوية. لذلك الوزارة ارتأت أن تغير اسمها للجامعة العراقية، والآن هي جامعة متنوعة باختصاصاتها وكلياتها، وهي جامعة عريقة مثل ما تعرفون. الجامعات اليوم دورها في المجتمع اختلف كثيرا عن السابق. كان يعني الجامعة دورها في التدريس والبحث وخدمة المجتمع، هذه محاور ثلاث رئيسية معروفة. لكن عالم اليوم عالم متغير، عالم متقلب. الهجمة الإلكترونية والتقنية والإعلام أصبح يختلف كثيرا عن السابق. كيف تتعاملون مع هذه المتغيرات؟ الجامعة الآن هذا الإعلام، الآن كانت سابقا إعلام مركزي ممنهج باتجاه واحد مقيد، الآن كل شيء مفتوح للناس، للشباب، للشيوخ، للأطفال، والمجتمع. كل الآراء تبث، كل الآراء السياسية والدينية والثقافية والاجتماعية تبث على الهواء في كل البيوت. لذلك مو كل هاي القنوات مو كلها هي سليمة وتتماشى مع ثقافة البلد، مع عاداتنا، مع ديننا. لذلك قسم منها منافي، قسم منها يعد ممرض لهذا المجتمع. هذا اللي يغذي الطائفية ويغذي التناحر ويغذي التطرف. الجامعات يجب أن تكون لقاح، يعني علاوة على أهدافها في التعليم والبحث، الجامعة عليها أن تكون لقاح ضد أمراض المجتمع. الجامعة أن تكون تلعب دور كبير في البيئة اللي توجد بها الجامعة. الجامعة عندما تكون حاضرة في منطقتها، في ثقافتها، في تعليمها، في تربية المجتمع، في محاربة هذه الأفكار، في نشر ثقافة التسامح،
علاوة على ثقافة التعلم والتطور، علاوة على أهدافها الأساسية في تطوير هذه البيئة وتعليم أبنائها، إذا اقتصر دورها فقط على جدران المحاضرات ومختبرات البحث، سابقا كان هذا واجبها، اليوم هي قصرت كثيرا إذا اقتصر دورها على هذا الأمر. إذا دكتور عفوا، يعني لنبقى في هذه النقطة، أنت انتقدت دور بعض وسائل الإعلام كونها تشكل أمراضا بالنسبة للمجتمع بما تبثه من أفكار خاطئة، ويعني حسب علمنا أن هناك تم تأسيس كلية للإعلام في جامعاتكم، يعني يعني على ماذا استندتم في وضع مناهج هذه الكلية؟ نعم، كلية ما يخص المناهج، طبعا المناهج هي موحدة، هناك لجان اسمها اللجان القطاعية، كل الكليات الإعلام في البلد عمداها مشكلين وفق لجنة رأس عمد أحد الكليات السنوين يراجعون المناهج حتى تكون مناهج موحدة. لكن هو مو هذا المشكلة، مو فرق في المنهج التدريسي، المنهج الكتاب البحثي أو المنهج، مو هذا المشكلة. كليات الإعلام يجب أن تمارس دور تربوي أوسع من هذا، يعني يجب أن تكون عندها مؤتمرات، ندوات، منشورات، لقاءات متلفزة لملاكات التدريسية، تثقيف الطلاب على المنهج وعلى الأسلوب وعلى الرؤى التي تخدم وتبني هذا البلد، وأن ندفع بعيدا بالأفكار الأخرى اللي إحنا يمكن العراق من الدول اللي دفعت ثمن باهظ في هذا التطرف والغلو وعدم تقبل الآخر والاعتداد الزايد بالرأي، وأنا على حق والآخر على باطل، والاستئثار بأشياء أخرى هي من ملك الجميع وما إلى ذلك. إحنا الآن بحاجة إلى ثقافة الشراكة، ثقافة أننا مواطنون عراقيون، تجمعنا عراقيتنا، ما يجمعنا أي شيء آخر، يعني ماكو فوق هذا الرابط من رابط، أنه إحنا أبناء هذا البلد، شركاء في هذا البلد، نحترم بعضنا، نحترم عاداتنا، نحترم مذاهبنا، نحترم قومياتنا، يحترم الإنسان حقوق الإنسان الآخر، ويجب أن تكون هناك قوانين صارمة لمن يتجاوز هذه الحدود لكي نحد من هذا العنف وهذا الذي ضرب البلد وضاع الكثير من دماء العراقيين وثرواتهم، وأبعدنا كثيرا عن منافسة وطريقة التطور اللي العالم الآن قطع خطوات بعيدة، ونحن لازلنا نقاتل الإرهاب ونصرف الجهد والمال والوقت لكي نحافظ على الأمن فقط، في حين أن الدول الأخرى انصرفت بعيدا عن هذا الموضوع في تطوير خدمات ومقدمة للمواطنين، تطوير بلدانها، تنشئتها، أعمارها، تنميتها. إحنا أطفالنا وشبابنا حقيقي يستحقون الكثير، فلازم نعمل من أجلهم ومن أجل الجيل الذي سيأتي لاحقا. يجب أن يأتي على بلد منظم مرتب بخدمات بكل هذا الشيء. نعم دكتور علي، إذن يعني انطلاقا من هذه الرؤية التي ذكرتها وهي مهمة جدا طبعا، يعني وأنا يعني أعتبرها رسالة موجهة إلى المجتمع من خلال جامعتكم العراقية، هنا سأسألك عن طموح الجامعة، ما الذي تطمحون إليه يعني في ظل هذه الأوضاع التي ذكرتها؟ الجامعة يعني يكاد يكون في كل اجتماع لمجلس الجامعة أن نضع خطط أنه ماذا تستطيع أن تقدم الجامعة في هذا المجال. لو نجي على الجامعات، يعني الجامعة قبل، لو نجي على فلسفة الجامعات واهتماماتها قبل 20 سنة مثلاً، فتختلف جذرياً وكلياً عما هي اليوم اهتمامات كادر أو ولاك الجامعة الإداري وقيادتها. سابقاً كانت الجامعة المهم أن تحقق أهدافها في البحث والتدريس، هذا غاية ما تريد الجامعة. اليوم الجامعة مو هذه، الجامعات اليوم في تنافس وصراع شديد على ترتيبها في سلم تطورها وتقدمها وازدهارها العالمي. نعم سنأتي إلى هذه النقطة لاحقا، ولكن نسترسل في الإجابة على السؤال. الجامعة اليوم شقد تقدر تخلق فرص عمل؟ لا أن تبحث، أكفرك من يبحث عن فرص العمل بأن تخلق فرصة العمل. الجامعة يجب أن تكون من المكان الذي تخلق فرص العمل للشباب. الجامعات ما تتعامل مع الموجود، الموجود هو موجود، الجامعة لازم تدفع الموجود إلى الأفضل. الجامعات ما إذا تعاملت مع الموجود انتهى دورها كجامعة. الجامعة لازم يومياً تدفع الموجود إلى الأفضل، التطوير، التحديث، الاختراع، الإبداع وما إلى ذلك. الجانب التثقيفي والتربوي والأخلاقي يجب أن تكون الجامعة دور حاضر، لأنه
سكان الجامعة بيئة الأساسية هم الشباب نخبة الشباب وهي النخبة القائدة والفاعلة في المجتمع. لذلك احنا كأنما هي عينة منتخبة وهي عينة الأهم في المجتمع هم الشباب. وين موجودين؟ موجودين في الجامعة. ومستقبل البلد أيضا يعتمد على هذه الأعمار وهذه الأجيال. يجب أن نحسن تربيتهم، نحسن تثقيفهم، نحسن التعامل معهم، نعلمهم بحيث يكونون فيما بعد يحملون الأفكار والرؤى والمناهج ما أقول اللي تخدمنا إحنا ولكن اللي تخدم المجتمع العراقي بشكل عام. إذا استطاعت الجامعات أن تحقق هذا الهدف نكون سيطرنا على المفتاح الأساس للمشكلة. لذلك أو بسبب أن الآلاف من الشباب عشرات الآلاف من الشباب هم طلاب في هذه الجامعة. ثم الجامعات عندما تخرج هؤلاء الطلاب يتخرجون في الجامعة بعدها يروحون يبحثون عن سوق العمل. ليس من المعقول أن الدولة أي دولة بالعالم أن تستطيع أن توفر فرص عمل لكل هؤلاء الآلاف. لذلك يجب أن يكون هناك قطاع خاص لازم الدولة أيضا تهتم. يجب أن يفعل أي أن تهتم في أن تنشئ أو تكون أو تهيئ بيئة مناسبة للعمل القطاع الخاص. القطاع الخاص هو لازم ينشط بس القطاع الخاص يحتاج إلى بيئة. أولا أن تكون بيئة آمنة. لذلك هذا يرتبط بالأمن وبيئة متوفرة فيها الخدمات. عندما توفر الخدمات بيها وتكون بيئة آمنة من الممكن أن ينشط القطاع الخاص. من ينشط القطاع الخاص يبحث عن هؤلاء الخريجين الشباب. بالتالي الجامعات تنشط دورها، تنشط فاعليتها. في واقعنا اليوم مع الأسف لهذه الأسباب اللي ذكرناها الآن الجامعات تخرج عاطلين عن العمل. معظمهم يتخرج من الجامعة ما يلقى عمل، وكأنما الجامعات اليوم تضيف عبء آخر على الشارع العراقي. احنا سنويا تخرج الآلاف الجامعات العراقية يروحون يبحثون عن عمل حكومي ما يجدون. وليس من المعقول ولا من المتوقع أن الدولة تستطيع أن توفر فرص عمل للجميع. والقطاع الخاص لا زال في وضع غير جيد، نقول سيء. لذلك هي مشكلة على الجامعات أن تفكر في حل. هي الجامعات ليست طرف بيها وليست مسؤولة عن الطالب بعد أن يتخرج، لكن الجامعة مسؤوليتها من خدمة المجتمع. لازم تعين المجتمع وتعين الدولة في التفكير في البحث عن حل لأي مشكلة. الجامعات في كل العالم هي القائد للمجتمع لأنها هي مستودع الكفاءات. في الاقتصاد هي مستودع الكفاءات. في السياسة هي مستودع الكفاءات. في القانون، في الصحة، في الطب، في الهندسة هي الكفاءات موجودة في الجامعات. لذلك يعول عليها كثيرا الجامعات في أن تلعب دور غير تقليدي خاصة في ظرف مثل ظرف العراق اليوم. يحتاج إلى أن كل جانب الحياة في العراق تحتاج إلى تبديل وتغيير وتطوير واهتمام. حتى الجانب الأمني أصبح جانب تقني. العالم مسيطر أمنيا مو بعدد رجال الأمن المطورة وإنما بتقانتها. هاي التقانة ومن تجي من كليات الهندسة والتعليم التقني. لذلك الجامعات هي محور الحياة. يعني من خلال هذه القناة الفضائية يعني أناشد إخواننا التدريسيين الباحثين من خلال مختبرهم البحثي من خلال قاعة الدرس أن يكون البلد وتطور هذا البلد وأمن البلد واحد من هواجسهم. يبعثون برسالة يوميا إلى أبنائهم الطلاب. هي الرسالة التي تكون مفيدة للجميع لأنه المصلحة المشتركة اللي تجمع الكل هو الأمن. ما أكو واحد يدربون الأمن ما يهمني. مستحيل. هذا هو العامل المشترك اللي لازم الجامعة تبحث عن هذا الشيء. إذن يعني كيف يمكن كسر حالة الجمود التي وصفتها قبل قليل بالاستناد أو بالاعتماد على ما حصل من ثورة علمية وتكنولوجية وإلكترونية في العالم اليوم؟ الجامعات هذه واجباتها، لكن حتى الجامعة تؤدي واجبها إذا أكو طلبات يجب أن تتوفر في الجامعة. الجامعات في العالم أصبحت تتحول من الجامعة اللي تعتمد بدرجة الأساس على التمويل الحكومي إلى الجامعة المنتجة. يعني هي تمول نفسها بنفسها. جامعة فيها أفكار وفيها مشاريع كثيرة ممكن أن تدر عليها بالمال العام الوفير اللي تمكن من تطوير قابليتها بالبحوث والمختبرات وصرف ما يتطلب على البحوث ومكافاة الباحثين. إحنا الجامعات العراقية الآن خطواتنا لا زالت في بداية الطريق في أن تتحول نماشين. هناك توجيهات من قبل الوزارة في هذا المجال أن تتحول إلى جامعة منتجة. أنا اتطرقت في يعني بداية الجواب على هذا السؤال قلت الجامعة المنتجة اللي تنطي إشارة أن المال هو الأساس في تطوير كل شيء. إن الجامعة بدون أن تكون غنية وعندها من المال ما يكفيها لأن تشتري أي كتاب، أي بحث، أي براءة اختراع، أي جهاز في أي مختبر، دعم تشجيع لأي باحث، مشاركة في مؤتمرات، طباعة كتب، طباعة أبحاث، جامعة تكون مقيدة.
الآن لو نجي على الأرصدة المالية خاصة في ظل هاي الأزمة من سنتين أو ثلاث المالية، لو نجي إلى ما يصرف للجامعات مبالغ متواضعة لا تفي بالحد الأدنى من هذا اللي ذكرته أنا اليوم. لذلك احنا ما نستسلم، لانه ربما هذا الانخفاض باسعار النفط قد يستمر لسنوات. هل من المعقول ان الجامعات تنتظر حتى تصعد اسعار النفط حتى تنشر؟ الجامعات اليوم بدها تفكر شلون تمول نفسها ذاتيا. هذا يسمونه التمويل الذاتي او الجامعات المنتجه. هو حاليا يعني سياسه البلد اليوم الدوله رافعه شعار تعظيم الموارد. يعني اي مورد ممكن لاي دائره حكوميه تستغل هذا المورد او هذا الباب ان تعظم مواردها بما يخفف عن الميزانية العامة. الجامعات هي المكانات الأكثر كفاءة ولديها الفرصة الأكبر في أن تعظم مواردها من خلال استثمار العقول، علاوة على مصانعنا ومختبراتنا والطباء العيادات الاستشارية والمكاتب الاستشارية في القانون والهندسة والطب والزراعة وما إلى ذلك. فجامعات العالم اليوم أكثرها تمول نفسها بما يفوق مضاعف ما يمول إلها حكومياً. فالجامعات العراقية لازم تبحث عن هذا حتى تكسر حاجز الركود اليومي أن الجامعة هي فقط مختبر للطلاب ومحاضرة، والجامعة أصبحت أبعد من هذا الكثير. نعم. إذن يعني ما هو مستوى التبادل يعني بين جامعتكم والجامعات العراقية بشكل عام يعني مع الجامعات الأخرى، وكيف يعني تستفيدون من تجاربها؟ نعم، هناك يعني تبادل ثقافي بين الجامعات، معروف العلاقات الثقافية مع الجامعات ما يسمى بالتوأمة، مذكرات التفاهم وما إلى ذلك. عادة هذا النوع من العلاقات يجب أن يعود بالنفع والفائدة للطرفين. إحنا في ظروف مثل ظروف بلدنا كل الجامعات اللي نتعامل فيها يشعرون عندهم شعور أنه لا يمكن الاستفادة من الجامعات العراقية أو استفادة تكون بحدود أدنى وتكون الجامعة العراقية هي المستفيدة، لأنه هم ما يقدرون يجون للعراق، ما يقدرون يبعثون طلابهم للعراق، ما يقدرون بسبب يعني هذا انعكس الظرف الأمني والسياسي انعكس على هذه الجامعات. إحنا كل الجامعات العراقية عندها علاقات واسعة جدا مع العديد من دول العالم المتطور، وهم يعني لما نزورهم نجدهم أيضا يعني يرحبون وعندهم نفس الحماس أن يقومون مثل هذه العلاقات الثقافية والعلمية. لكن عندهم الهاجس الوحيد عندهم أنه هامش الاستفادة من الجامعات العراقية قليل بسبب هذا الظروف. الظروف هذه نقول إن شاء الله مهما طول هي استثنائية، لازم يرجع بلدنا إلى وضعها الطبيعي. لكن كل الجامعات ما فيها العراقية عندها علاقات مع الدول العربية، مع الأوروبية، مع الدول أمريكا، وعندها علاقات معهم كلهم. استفدنا من هذه العلاقات، بعثنا طلاب بحوث مشتركة، طلاب أنجزوا أساتذة زائرين، أساتذة معاري خدماتهم يعني وما إلى ذلك. دكتور، هل لك أن تعطينا مثالا على هذا يعني النوع من هذه العلاقات؟ نعم، عندنا علاقات عندنا علاقات مع بعض الجامعات الأمريكية، بعثنا طلاب على نفقتهم. عندنا علاقات مع الجامعات الألمانية، بعثنا طلاب دراسات على نفقتهم. عندنا أساتذة معارين في دول الخليج. أستاذ المعار أنه كل نفقات المالية على الجامعة المستفيدة مقابل أن يسوي بحث مشتركة. في الدول العربية الكثير عندنا حاليا عندنا على صدد توقيع اتفاقيات مع كليات طب الأسنان في الأردن، تدريب طلابنا هناك على نفقتهم. فهسه اللي ذكرته أنا كله إحنا اللي استفادينا، طلابنا الراحة وباحثينا الراحة وأساتذتنا هم اللي راحوا، مطبوعات جاي تجينا إحنا. يعني قد نجنهم الدعوات طبعاً، نقولهم تعالوا تفضلوا عندنا، طلاب ندزوهم وفق العقد اللي موقعين عليه، لكن واقع الحال بالتنفيذ ما يتنفذ. يمكن أبحاثنا تروح، مطبوعات مجلات العلمية تروح لهم، نبعث بعض الأساتذة يقول محاضرة، هذا ضمن نطاق ضيق. لكن إحنا جاي نستخدم مختبراتهم وأساتذتهم يدرسون طلابنا ونحصل، وطلابنا ياخذون شهادات عليا من جامعاتهم. فهذا هو ليس قصور في الجامعه بالحقيقه، بقدر ما الظرف العام للبلد انعكس على اداء الجامعه على بعض جوانبها. نعم. نعم، في موضوع التوسع. يعني افقيا وعموديا. يعني بالمجمل يعني كم عدد الكليات التابعه لجامعاتكم؟ كل الجامعه العراقيه والاقسام ايضا. الجامعة العراقية بها 10 كليات. نعم، 10 كليات بها طب وطب أسنان وهندسة، وكليتين تربية وتربية بنات، بها قانون وعلوم إسلامية وآداب، وبها إدارة اقتصاد، وبها كلية الإعلام. كلها بها دراسات مسائية على المجموعة الطبية، طب وطب الأسنان صباحية ومسائية. نعم، صباحية ومسائية. كلها بها دراسات عليا أيضا على المجموعة الطبية والهندسة. إن شاء الله إحنا على الأبواب نفتح بيها ما يقرب من 42 قسم علمي على وعلى مراكز بحثية ومركز التعليم المستمر. الجامعة العراقية سابقا ما كانت بهذا التوسع، وكان هدفها
الأساس وانشأت هي الفلسفة من إنشائها كانت العلوم الشرعية والإسلامية باعتبارها سابقا هي كانت تابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي ثم كانت تابعة لديوان الرئاسة المنحل. بعد العام 2003 بعد انحل ديوان الرئاسة صارت تابعة لوزارة العلم العالي وصارت جامعة حكومية. فيما بعد تم هذا التوسيع الأفقي وصارت الجامعة العراقية. ربما هو الشيء الأهم سؤال حضرتك من هذا التوسع هو الدراسات العليا. دراسات العليا كانت مقتصرة على كليتين فقط. وكل ما كانت جامعة تريد تفتح دراسات عليا كانت هناك عقبات قانونية ناجمة عن هذا التحول في تبعيتها الإدارية. فحتى كانت وزارة المالية ما تعترف فقط في 3 كليات من أصل 10 باعتبار أنه في تأسيس الكل جامعة 3 كليات فقط كانت أصول دين وكلية شريعة وكلية آداب فقط وبعدين تربية البنات. هاي الكليات الأخرى إلى أن نزلت في شهر في 2012 في الوقائع العراقية هيكلة الجامعة ضمن وزارة العلم العالي إلى الله اعترفت وزارة المالية وبدأت تحسب لنا رصيد مالي على أساس الجامعة الكليات هاي العشرة. الدراسات العليا لنفس السبب كانت توقفها. كل ما نبحث نوسع الدراسات العليا كان هناك عقبة قانونية أنه هذه الكليات هي أصلا لا زالت غير معترف بها أو غير نازلة في قانون وزارة التعليم العالي. هاي السنة الماضية الحمد لله انشالت هاي العقبة وفتحت دراسات عليا في القانون وفي الإدارة والاقتصاد وفي الإعلام. ماجستير ودكتوراه. ماجستير ودكتوراه على علوم إسلامية والآداب وتربية البنات. والآن أصبحت الجامعة جامعة يعني لا تختلف بشيء ونطمح للتطور. إحنا نعاني من فضاءات الجامعة من قلة الأبنية اللي هي ملك صرف. إحنا عندنا قسم من عندنا مؤجر من القطاع الخاص قسم من عندنا مساطحة مع ديوان الوقف السني. وهذه يعني بعض المشاكل يعني ما يمكن حلها آنيا لأن تحتاج الكثير من الجهد والوقت والمال شراء أراضي واستملاك أراضي وبناء. والآن الدولة تمر في ظرف مالي حرج لكن الجامعة يعني تخطو خطوات مرضية إن شاء الله. إن شاء الله بجهودكم دكتور. اسمح لي بأن نأخذ فاصل ثم نعود للحديث. مشاهدينا الكرام فاصل ونواصل معكم. اهلا وسهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام وهذا اللقاء الخاص مع الدكتور علي صالح حسين رئيس الجامعه العراقيه. اهلا وسهلا بك مره اخرى. يعني دكتور كيف تعاملتم يعني في الفتره الاخيره مع الاساتذه والطلبه النازحين يعني حيث يعني شهدت مناطق كثيره من العراق احداث ادت الى نزوح وتعطل الدوام والعمل في عدد من الجامعات العراقية، كيف تعاملتم مع هذا الموضوع؟ نعم. حقيقة الجامعات اللي المناطق اللي ضربها الإرهاب وكيان داعش الإرهابية ألحق ضرر كبير في البنية التحتية لهذه المدن والمحافظات. الجامعات دفعت ثمن باهظ في هذا المجال، جامعة الأنبار، تكريت وموصل والجامعات الأخرى في هذه المحافظات فلوجة وحمدانية وطلع عفر وما إلى ذلك. الجامعات هاي نزحت ومن الصعوبة أن تكون جامعة نازحة وصعب جدا أن تكون الجامعة بملاكاتها وآلاف طلبتها ومختبراتها وكيانها. الجامعة ليس سهل أن تنزح. لذلك هي كانت مشكلة كبيرة وعويصة وبذل الأخرى رؤساء الجامعات جهود مضنية في كيفية إدارة الأزمة اللي مروا بها. هل كان واجب وطني على جامعاتنا والعراقية استشعرت لدرجة كبيرة هذا الشعور الوطني أن شلون ساعد هذه الجامعات في تخطي هذه الأزمة. فالجامعة العراقية فتحت أبوابها للطلبة النازحين في على طاقة الاستيعابية أو ما زاد على طاقة الاستيعابية في استضافتهم. فاستضيف المئات أعتقد الجامعة العراقية استضافت حوالي 1400 طالب من جامعات النازحة لا أقول فقط صلاح الدين والأنبار في مختلف الكليات. وبتجاوز للروتين وبتجاوز للضوابط الاستضافات وتوقيتاتها كلها صار بيها استثناء. وكذلك طبعا انطيناهم سكن في القسم الداخلي مجاني جميع اللي استضافناهم وفرنا لهم سكن. واللي كانوا في الدراسة المسائية عفيناهم من القسط الدراسي. وبذلك الجامعة يعني كانت مساهمة فعالة في أن تعاون هذه الجامعات في اجتياز المحنة أو الأزمة. اليوم الحمد لله الجامعات بدأت ترجع، جامعة تكريس تقوت في مكانها والأنبار على وشك أن ترجع تباعا من فلوجة وما إلى ذلك.
طبعا هذا كان ثقيل على الجامعة، على إمكانات الجامعة. ليس من السهولة أن يضاف لك عدد 1000 أو 1500 طالب على ما هو مقرر من خطة استيعابية متجاوز عليها أصلا في القبول المركزي. وقسم داخلي مصمم لمثلا 100 أو 150 طالب خلي بيه 500 أو 600 طالب. هذا كله على حساب أداء الجامعة، على حساب نفقاتها وصفياتها وجهدها. لكن هو واجب، كان واجب وطني، وكان لازم يكون يد واحدة في هذه الأزمة الخانقة اللي مرينا بها. الجامعة فتحت أبوابها لكل تدريسي وموظفي هذه الجامعات، لأنه جاء قرار من وزارة التعليم العالي بإمكان الموظفين والتدريسيين في هذه الجامعات الناجحة أن يروح يسجل ويداوم في أي جامعة حكومية على أن يستمر ويضمن صرف الراتب. الجامعة العراقية فتحت أبوابها لكل الموظفين والتدريسيين في هذه الجامعات أن يسجلون ويداومون عندنا مقابل أن تصرف رواتبهم من جامعاتهم، بتأييدات من عندنا أنه هم داومين عندنا حقيقة المئات أو ربما أكثر من هذا للآلاف اللي داوموا، وكانوا نعمل تدريسين، نعمل موظفين ملتزمين مؤدين واجباتهم واندمجوا وتعشقوا مع ملاكنا وكأنما هم جزء من هذه الجامعة. موظفين كلفوا بواجبات في مختلف الكليات، تدريسين كلفوا بالتدريس كل حسب اختصاصه، وكنا نزود جامعاتهم بمواقف شهرية وتصرف رواتبهم بعدين انتباعا يعني على رغبتهم. اللي استمر قسم من اليوم هم مستمرين في الجامعة العراقية، قسم بناء رغبتهم راحوا جامعاتهم، قسم الجامعات هي طلبت عودتهم فسولنا لهم انفكاك وعدناهم إلى ملاك جامعاتهم. فالجامعة العراقية كانت حاضرة في قلب الحدث وكانت متعاونة وكانت تستشعر بأنه هذا واجب وطني تجاه ليس فقط الجامعات، تجاه المجتمع العراقي عموما. نعم، وبالنسبة للطلبة يعني لأنهم يعتبرون الحلقة الأضعف في هذه المسألة. يعني هناك عدد من الجامعات رجعت إلى أماكنها وباشرت عملها كجامعة تكريت مثلا. هل حصل الطلبة على حقوقهم من وثائق ومن درجات ومن ما إلى ذلك؟ هم استضيفوا لعام أو لعامين. فالطالب المستضاف عندما يرجع للكلية الأصلية جهود وسعي بدرجات هاي السنة تروح معه، تروح معه إلى الكلية الأصلية. قسم منهم لا زالوا مستضافين، قسم طلبوا نقل ونقلوا أصبحوا جزء من نسيج الطلبة الجامعة العراقية. لكن الأكثر هم رجعوا لكلياتهم. وعادة الطالب هذا معروف نظام الاستضافة، يعني نشاط والسعي والدرجات وكل الملاحظات اللي تطرى عليها تروح في مباراة إلى الجامعة الأصلية. نعم، إذن لم تواجهوا مشكلة في هذا الأمر؟ يعني مشكلة كبيرة؟ ليش هناك مشاكل إدارية؟ المشكلة اللي واجهناها أنه أصبح الحمل على الجامعة أكثر من طاقتها وتحملناه. أما مشاكل أخرى لا، كانت هناك إجراءات إدارية صدرها الوزارة خول رأسات جامعات بالصلاحيات بما سهل مرونة إدارية كبيرة في التعامل مع مشكلة التدريسين والطلاب والموظفين دون الرجوع إلى الوزارة. نعم، هناك عدد كبير يعني من الموظفين بالعقود أو الأجور اليومية. يعني كيف تعاملتم مع هذا الأمر؟ الجامعة العراقية بها 1024 متعاقد، وهاي العقود تبدي من 2007 إلى اليوم، وكل المتعاقدين مختلف المستويات العلمية من دكتوراه نزولا إلى يقرأ ويكتب. هم طبعا ينتظرون فرصة للتعيين كل هاي السنوات وصابرين ورواتب قليلة لا تكاد تفي بالحد الأدنى من متطلبات الحياة، ينتظرون التعيين. هاي السنتين ثلاثة ماكو درجات وظيفية للأسباب المعروفة، يعني وزارة المالية ما أطلقت درجات وظيفية. عندنا حركة الملاك، حركة الملاك أيضا مقسمة بنسب من الوزارة، فالنسبة اللي خاصة بالعقود اللي هي 45% من عندها أنا كنت أتعامل وياها على قدم التعاقد حصرا، ماكو هناك أي عامل آخر سوى قدم التعاقد. يعني مثلا هسه آخر تقريبا 55 درجة هسه قبل أسبوعين، هل قد للدكتوراه، هل قد للماجستير، هل قد للبكالوريوس، وزعناها بحسب حاجة الجامعة. دكتوراه مثلا 8، نجي على الدكتوراه المتعاقدين أقدم 8 بغض النظر عن أي عامل آخر يأخذونهن، نجي على الماجستير مثلا 9 أقدم 9 متعاقدين، وهكذا يعني. فمعيار قدم التعاقد أنا أشوفه معيار منصف. رغم هذا التعيينات، رغم هسه احنا معنيين يعني تقريبا 55 لهم، لا زال يعني وصلنا إلى بداية 2009 يعني شمل بالتعيين، يعني الشهر الثاني او الثالث في 2009 ولي جاي بعد ما جاهم دور. هناك نوع اخر من الدرجات تعلن حسب حاجه الجامعه، الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس، هاي معلنينها احنا 64 درجه حاليا معلنه على موقع الجامعه، 30 تدريسين و34 بكالوريوس فما دون. الاعلان صار له 9 ايام تقريبا و10 هذا اليوم 4/8 بلغ عدد المتقدمين حوالي 12000
ما شاء الله 34 درجة فقط. إذا استثنينا 30 متوقع عليها قليل، يعني محتاجين بورد طب طب أسنان ودكتوراه بيولوجي وفيزياء وكيم، متوقع قليل يجون. وأتوقع أيضا ما تشغل كلها لأن ماكو حملة شهادات على مستوى ما عندهم عمل أو ما متعينين. لكن هذا الضغط وين على البكالوريوس في معدون اللي هي 34 درجة، وصل العدد 11200 نهاية دوام البارحة، باقي 20 يوم أمامنا مفتوح التقديم. نعم. يعني هذا يعطينا حجم المعاناة اللي تعانيها الجامعة حتى في أكيد. أكيد. لأنه اللي ما متعاقد مع الجامعة مو معناها أيضا يحرم من التعيين، من حقه يتنافس حسب المؤهلات والمعدل. وطبعا هناك أكو يعني مفاضلة معدل من الوزارة، معدل تخرج لا هو من شهداء من درجة الأولى شهداء الإرهاب، هو متعاقد مع الجامعة لو لا، سكنة المحافظ بها الجامعة لو لا، هاي كلها عنده يعني أمر وزاري أو موافقة وزير سابقة مع الوزير، يعني وزراء على تتابعهم الطوامر الوزارية بالتعيين ما نفذت في الجامعات لأسباب عدم توفر الدرجة. فهسه يعني اللي عنده أمر وزاري أو عنده موافقة من معالي الوزير ما يعين، لكن يأخذ نقاط مفاضلة يفولوا عن نقاط المفاضلة درجات معينة وكل واحد يأخذها. دكتور علي، يعني كنت رئيسا لجامعة تكريت لفترة من الزمن وكانت لك منجزات في تلك الجامعة، كيف نقلت تجربتك في جامعة تكريت إلى الجامعة العراقية وتركك لبصمة في هذه الجامعة؟ نعم، الحقيقة هو من الصعوبة أن نقارن بين جامعة تكريت والعراقية من جانب، خليني من جانب جامعة تكريت. جامعة تكريت فيها إمكانات بشرية، شهادات، ألقاب علمية، أعدادهم، مواردها المالية حقيقة تختلف كثيراً. مساحاتها، أملاكها، بناياتها تختلف كثيراً، ومسافة شاسعة بين الجامعتين. لذلك عندما تكون أنت عندك أدوات التطوير موجودة ومتيسرة، أدوات التطوير تشمل البشر وتشمل الإمكانات المادية الأخرى، تقدر تدفع بالاتجاه الصحيح. جامعة التكريت بصراحة متفوقة كثيراً على العراقية في هذا المجال. لكن الشيء الآخر من الجهة الأخرى المختلفة أن هناك فرق كبير بين أن تكون رئيس جامعة في المحافظات بين تجي تكون رئيس جامعة في بغداد. حقيقة الجامعة متأثرة في بيئتها، بيئة العاصمة تختلف تركيبتها الاجتماعية، ثقافات الناس اللي بيها مختلف تماماً عن ثقافات والتنوع البيئي والسكاني والفكري في المحافظات. في محافظتنا في صلاح الدين يكاد يكون الناس بنوع واحد بنمط واحد. في بغداد متعددة الثقافات، متعددة الأنماط، متعددة الأمزجة. فلذلك أنا في البداية كان عندي هاجس من الخوف أنه هل يمكن فيما لو نجحنا في جامعة تكريت مثلاً أو في المحافظات عموماً، هل بالضرورة أنك أنت تنجح في إدارة عمل ومؤسسة كبيرة وهي أكاديمية وفصل متعلم ومثقف، هل تنجح في إدارتهم في وسط العاصمة؟ والعاصمة تختلف كثيراً، متأثرة حتى الجو العام، الجو السياسي، الجو الاجتماعي، الجو السياسي يكون يضغط ضاغط على الجامعة أكثر بكثير من المحافظة. شو حاولت أن أنقل هاي التجربة، أخذ بعض التدريسين العمداء الجامعة التكريت وإحنا زرناها على أمل أن أقدر أغير أو أحور بعض الأداء الإداري للجامعة. واجهنا صعوبة عندما تكون هذه العادات والتقاليد الإدارية موروثة لسنوات طويلة، إن كانت صحيحة أو إن كانت غير صحيحة، إن كانت هي تطور الجامعة أو كانت ما تطور الجامعة، أنت من الصعوبة أن تجي في سنة وسنتين تغيرها، أصبح جزء من تراثها، من تقاليدها، من أعرافها. اليوم احنا الجامعة ما ننظر لتطورها ايش قد وسعنا كليات، احنا فتحنا طب اسنان، فتحنا هندسة، يعني في زماني طب الاسنان والهندسة نوعية، كليات نوعية، دراسات العليا اضافة نوعية، الزمالات والبعثات اضافة نوعية، ايش قد تقدر تصعدها في مستوى التصنيف؟ لانه الان مستوى التصنيف هذا العامل اصبح بالنسبة للجامعات المتأخرة او يعني الشعوب اللي ما عندها ذاك الوعي، الثقافة العامة للشعب غير منظور، هم يشوفون الجامعة مجرد تخرج الطالب. لكن الجامعات غير، هسه تصنيف الجامعة يفيد الخريجين، لأنه من يروح يريد يتخرج يروح يتعلم يروح يتعين، يسألون أنت من يا جامعة، يروحون على التصنيف شو جامعته في هذا التصنيف، إذا كان تصنيفها عالي يقبلوا بالعمل، كان تصنيفها متدني. لديكم تصنيف كجامعة؟ إحنا العراقية صعب، يعني إحنا تصانيف مو هي، يعني هي عدة أنواع من التصانيف، إحنا حالياً على أبواب الدخول بها، على أبواب الدخول. بعض الجامعات العراقية لا عندها مسافة لا بأس بها، وإن كانت بعيدة طبعاً هي كلها بعيدة، لكن بالقياس مع جامعات العراقية بيناتنا أكو جامعات قطعت مسافة.
العراقيه لاسباب عديده، انها هي حديثه عهد في الجانب العلميه والمختبرات والمحركات الانسانيات. نعم. وبعدين هناك بعض المعايير الجامعه مالها دخل، يعني ليست ناجمه عن تقصير او ليست ناجمه عن او ما تجي بجهد اضافي. مثلا من معاييرها شقد على الطلبه الاجانب في الجامعه؟ حاليا كل الجامعات العراقيه ما عندها صفر في هذا المجال. ليش؟ مو سبب الجامعه، سبب الظرف العام ما يسمح للطلاب الاجانب يجون عندنا. فقدنا واحد معايير التصنيف الدخول بها. واشياء كثيره، امثله كثيره، مثلا ايش قد عندك انت ملاعب رياضيه في جامعتك؟ الجامعه العراقيه ما بيها ولا ملعب رياضي ولا مرفق رياضي. الان هاي السنه سويت ملعب مال خماسي الكره، هذا فقدنا درجات اخرى في سلم. ايش عندك اساتذه اجانب؟ هل في جامعتك احد حصل على براءه اختراع؟ مثلا حصل على منصب سياسي هام على مستوى عالمي مثلا معروف؟ هاي كلها بدات تدخل في تصنيف الجامعه. هذا نعم. عامل احيانا الجامعه مو مسؤوله عليها. نعم دكتور، ادخلتنا في الجانب السياسي. نعم. وهناك اسئله في هذا الاطار، يعني تم ترشيحك يعني لمنصب وزير للتربيه ضمن هذه العمليه السياسيه القائمه الان. اريد منك الاجابه بعد ان ناخذ فاصل قصير ثم نعود. فاصل المشاهدين الكرام ثم نواصل معكم. اهلا بكم مشاهدينا الكرام مره اخرى. دكتور علي، يعني سالتك قبل الفاصل عن قضيه ترشيحك لمنصب وزير التربيه في الحكومه العراقيه الجديده، يعني بدايه كيف تنظر الى العمليه السياسيه في العراق؟ لا شك هي عمليه مضطربه غير منتجه. ويعني حقيقة بدانا لا احب الخوض في الجانب السياسي، لان احنا الجانب الاكاديمي بعيد كل البعد عن الجانب السياسي، وانا طول عمري ما كان اهتمامات سياسيه سوى هذا الجزئيه الصغيره وهي ترشيحي الى وزاره التربيه. واضح هو المشهد السياسي اصبح فارض نفسه علينا كلنا، لابد يعني نتابع ونشوف الاداء السياسي. النظام اللي اسس عليه، النظام السياسي اللي اسس بعد 2003 اعتقد في الجوهر هناك خلل. هو بني على اساس المحاصصات، بني على اساس تصانيف مذهبيه والقوميه. من هنا بدا الخلل السياسي، والى اليوم احنا ندفع ثمن هذه الصراعات بين الكتل السياسيه، واللي طبعا عاقت بشكل كبير، عاقت تطور هذا البلد واستقراره والامن. واعتقد هذا الحديث في هذا المجال طويل، ولو تاخذ اي عراقي مهما كان مستواه الثقافي والعلمي من الشارع ممكن يقدر يحكي لك ساعات عن الخلل السياسي الواضح الموجود في الشارع. يعني دكتور عفوا للمقاطعه، قلت ان يعني العمليه السياسيه بنيت على مبدا الطائفيه. هل تؤمن المحاصصه يعني هل تؤمن يعني بهذا المبدا، او تعتقد انه يحقق التمثيل الحقيقي لمختلف المكونات؟ قطعا ما يمكن، واحنا صار لنا 16 سنه في هذه التجربه العقيمه. نعم. المفروض اللي تاخذ هاي المراكز التنفيذيه، المناصب، المسؤوليات، الكفاءه، يعني المعيار الوحيد هو الكفاءه. ما دام هذا الشخص هو عراقي وكفو، فما المانع ان يشغل هذا المنصب بذاك المنصب وهذا الاداره وذيك الاداره وهذا المكان وذاك المكان؟ ما الذي اذا كان في وجود هذا الشخص ناتج مفيد ويطور البلد ويقدم خدمه ويؤدي الواجب المفترض ان يؤدي المؤسسه اللي هو يقودها؟ ما الضير ان يكون هو من البصره لو من كربلاء من بغداد او من تكريت او من الموصل لو من اربيل؟ اليس هو عراقي؟ فانا يعني اشوف احنا لو يرادلنا ثقافه عامه. هذه مسؤوليه الاعلام اولا ومسؤوليه الجامعات ثانيا، انه نرجع الى المعيار الوحيد هو معيار عراقيتنا. يعني انا اشوف المعيار الوحيد اللي اولا يخليه عابر لهذا العنف وهذا التناحض وهذا التضارب، ونرجع الى معيار الكفاءه. وانا لما اشوف رئيس الجامعه الفلاني هو اللي يخدم الجامعه ويطور الجامعه، هل انه مهم ان يكون هذا من فلان محافظه من فلان مكان؟ ما اعتقد ان يكون هذا الجانب مهم. وهكذا يقاس على بقيه الامور. ثم ان اللي توكل له مهمه ايضا لازم يتصرف بجانب وطني، انه هذا المكان مكان وطني مو ملك لحزب ولا لجهه ولا لعشيره ولا لحزب ولا اي فئه اخرى.
هذا مثلا الجامعة تؤدي خدمة للمجتمع، لا يمكن أن تجير الجامعة لفئة معينة. طبعا يعني هذا أعتبره خيانة، خيانة للمجتمع، خيانة للأمانة. لو كل مسؤول ينظر بهذا المنظار ويستشعر رقابة رب العالمين وضميره، ما أعتقد وقعنا في مشكلة. المشكلة أن اليوم هو هاي المحاصصة، أن كل حزب أو كتلة سياسية تأخذ منصب يجير هذا المنصب لهذه الفئة ولهذه الكتلة ولهذا الحزب ولهذا المذهب ولهذا القومية، دون النظر إلى أن هذا المكان هو وطني، هذا حصن الوطن. ليس لطائفة أو لعنصر للجميع. نعم. يعني يفترض يعني شخص تقدم للتعيين مثلا، السي في يفترض تنظر للسي في كامل، عدا الاسم والعنوان شيله، ما أحتاج يعني ما أحتاج اسمه ولا أحتاج العنوان، أنا أحتاج المؤهلات. شوف المؤهلات، هي هذه المؤهلات في أن يكون يشغل هذا المكان أختاره. لذلك أنا أشوف مرات إحنا لو نختار تجي المؤهلات دون ذكر الاسم والمحافظة منين، أقول أنا أختار هذه المؤهلات، شلون الرقم السري مع الدفتر الامتحاني، طلعوا هاي المؤهلات منه يطلعها يخلي يطلع، هو لازم هذا الشيء. كيف استقبلت نبأ ترشيحك لهذا المنصب؟ وبالحقيقة بالأساس هو غير مفاجئ، لكن للأمانة بأنه اليوم يمكن أول مرة بالإعلام يعني أتكلم هذا الموضوع وأسأل عليه. نعم. لليوم أنا ما أعرف الجهة اللي رشحتها، يعني حتى أنا ماذا أكون منحاز، صار أقول الحقيقة الواقع صار الموضوع، إذا كلهم تم اختيارهم بالطريقة اللي أنا اختيرت بيها فهم فعلا تكنوقراط بعيدين عن المحاصصة والحزبية، وأنا لا أنتمي لأي جهة سياسية إطلاقا، أنا ابن هذا البلد. ولكن الأحزاب يعني تأثيرات كبيرة. أجيك نعم. طلبوا من عندي سي في، اتصل بي بهاتف من مكتب رئيس الوزراء رادوا السي في، حتى بداية يعني اتصل بي شخص ما أعرفه، كان يعني مع ذلك أنا ترى ما أرغب بالعمل السياسي ولا، قال لا هو موضوع مو سياسي، إحنا رأينا لك مكان تخدم به بلده، والله أنا هسه المكان هم جاي يخدم البلد. قال لي جزء من مكان آخر، المهم هو بعيد عن السياسة، السي في دزيت له، يعني دزيت بعث لي إيميل على الموبايل، طلعت له إيميل، دزيت له السي في، ورأي ما يتلاقى نفس الشخص قال لي عندك مقابلة في مكان، رحت لقيتهم هاي لجنة الخبراء، كان كم من الناس، ناس أعرفهم ناس ما أعرفهم، قابلونا بالمقابلة، يعني ما قالوا أنت يعني هم يشيدون وين يودونك، إن المهمة اللي راح تسند لك، كان حديث عام فيما لو أسندت لك مهمة شو تسوي، فيما لو واجهتك مشكلة شو تسوي، فيما لو يعني أسئلة افتراضية، مقابلة جدية ومعمقة ومطولة، وطلعنا وين يرشحوك، هل أنت ضمن هذا الكم، يعني مو واحد واثنين وعشرة وعشرين اللي قابلونا في ذاك اليوم، عدد. نعم. إلى أن جاء دولة رئيس الوزراء جاب الظرف المغلق يوم الخميس كانت بالبرلمان. نعم. تبين أني كنت مرشح إلى وزارة التربية. نعم. هذا هو يعني هذا باختصار هذا هو خطة الترشيح. ما حصل. يعني الدعايات السياسية طبعا هي الكتلة السياسية رافضة كلها بدون استثناء لمبدأ أنه يعني يعتبرون هذه حصص، يعني هذه كتلة سياسية لها حقوقها، منطقهم هم منطق الكتلة السياسية أنه إحنا عندنا تكنوقراط نرشح تكنوقراط لكن عن طريقنا، هو هذا التقاطع الصار بين دولة الوزراء بين الكتلة السياسية. يعني أنت ألم تكن يعني مرشحا عن مكون معين؟ أبدا أبدا، والمقابلة ما سئلت، ما سئلت أنت مين تشنه أبدا إطلاقا. هل لديك الاستعداد لخوض هذه المهمة أو يعني العمل فيها؟ هي طبعا مهمة، مهمة وطنية، لكن في هذا الظرف السياسي هذا الكابينة اللي راح تولد إن ولدت مهمتها ما تكون سهلة، لأن هي راح تولد تحت عنوان كبير ومهم، عنوان الإصلاح. مو هي ضمن الإصلاحات اللي ملنها دولة رئيس الوزراء، هاي الكابينة الوزارية تجي تحت عنوان الإصلاح. برأيك في هذا الظرف، أولا باقي من عمر الحكومة شيء يسير، ظروف البلد المادية، مشاكل السياسية، وهذا التناحر يعني الكتلة السياسية، هل من يأتي في هذا الظرف يستطيع أن ينجز أو يصلح شيء؟ احنا انا عندي تاريخ الإدارة طويل، 10 سنوات من عميد، 6 سنوات رئيس جامعة، 5 سنوات، عندي تاريخ إداري انا اللي احافظ عليه. قد لو يعني خوض غمار بعض الوزارات الجني القريب على العمل السياسي، انت ربما في لحظة معينة تخسر تاريخك بسبب، مو بسبب او اخر، بسبب ان الامكانات والأدوات المتوفرة بيدك ما تنطيك أو تسعفك أن تعمل مثل ما هو متوقع منك أو مرجو منك
سواء من اللي يرشحك على هذا المنصب أو من الشعب من الناس. لكن ربما أيضا تكون هذه الفترة القليلة هي يعني حافز أو محرك للنجاح وممكن العبور إلى مرحلة أخرى. بالضبط، يعني أنا أشوف إذا ولدت تشكيلة حكومية بعيدة عن المحاصصة وتكنوقراط حتى إذا ما سوت شيء، المهم عبرنا تخطينا حاجز المحاصصة. بالدورات الحكومية والبرلمانية المقبلة ربما تكون هاي التجربة ناجحة ومفيدة، والكتل السياسية تقتنع بأن هذا هو الصحيح. أنا يعني أتابع مرات بالإعلام بعض زعماء الكتل السياسية، نعم، يعني فعلا هم يعترفون يقولون إحنا ترشيح يجب أن يكون من خلالنا، لكن من يستلم المنصب التنفيذي لازم يتصرف كأنه ابن هذا البلد مو ابن هاي الكتل السياسية. هذا هو الحد الفاصل أو هذه كفتي التوازن، نعم، بين ما تريد الكتل السياسية بين ما يريد رئيس الوزراء وما هو معلن عن رئيس الوزراء. إحنا طبعا أبناء هذا البلد مستعدين نخدم البلد، إحنا أساسا خدمتنا للبلد تأتي من قاعة الدرس، إحنا بالأساس تدريسيين، نعم، أكاديميين، عندي تخصص علمي أدرس الطلاب. هذا القضاء الإداري هي تكليف، فوين ما تشوفك الجهات المسؤولة الوزارة الحكومة تشوفك يعني في هذا المكان أنسب أنت تروح تأدي عليك. أهم شيء إنك إنه يكون أنت مخلص وجاد، نعم، نواياك حسنة في أن تخدم بلدك، هذا يعني مجرد هاي النية رب العالمين يسر ويساعد ويسهل أمورك. نعم. النوايا الأخرى الغير جيدة أيضا يا رب العالمين ترى بالمرصاد. نعم. يعني كل هذه الأمور يعني هي أيضا يعني تعتمد على كفاءة الرجل وقوة شخصيته وتأثيره في المكان الذي يعمل به. دكتور، بقي عندي تقريبا دقيقة من الوقت، الكلمة الأخيرة لك. والله الكلمة الأخيرة أنا أبتعد عن أجواء الجامعة، أنا أوجهها لكل من يشاهدني اليوم على القناة العراق الفضائية، أن نقول ترى العراق هو بلد الجميع وهو مثل السفينة، إذا إحنا كلنا في سفينة واحدة في البحر، فأراد شخص أن يخرق هذا المكان يقول هذا مكاني ما أريد أخرق هذا المكان، إذا تركناه راح نغرق متمام، وإذا أخذنا على يده راح ننجو. فكل واحد يريد يعبث بمستقبل هذا البلد، بثروات هذا البلد، بمستقبل هذا، بسمعة البلد، يعيق التطور، يجب أن تكون يد واحدة في منع كائن من كان، صغير كان أو كبير. نعم. والعراقيين يعني لا ننسى أنه إحنا مشهودنا التسامح والتعايش والألفة والمصاهرة والتزاوج، وأبناء هذا البلد متحابين على مدى قرون من الزمان. نذكر ناسنا ومجتمعنا وجامعتنا، نذكرهم بهذه القيم الرجوع لها ويحل مشاكلنا الأخرى كلها. نعم. إذا الدكتور علي صالح حسين رئيس الجامعة العراقية، نتمنى لك التوفيق في المستقبل، وشكرا لك على سعة صدرك، ونأمل أن نلقاك في مرات أخرى. سعيد العراقية قناة صلاح الدين اليوم. شكرا جزيلا لك مرة أخرى. وأنتم أيضا مشاهدين الكرام، شكرا لكم على حسن إصغائكم، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات أخرى من هذا البرنامج. إلى اللقاء والسلام عليكم. شكرا لكم.